السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم النوغا اللي محبوبه عند الجميع اللي كيبغيها الصغير والكبير بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات متوفرين في البيت وبدون تعقيدات. وغنشارك معك جميع الخطوات باش تنجح معك بدون ترمومتر. اول مرحله لتحضير هاد النوغا غنحتاجو لكأس من العسل وكأس من السكر حبيبات، يعني كأس السنيدة. هنا فقط غنحتاجو الكأس بالمقياس. هنا درنا كأس العنبة، غنديرو كأس العسل في الطنجرة، يعني في طنجرة الضغط او لا في كسرولة، المهم نديروها في شي حاجة اللي ما كتلصقش لينا باش ما تخطفش لينا مع العافية. غنخلطو مزيان داك العسل والسنيدة. إلا كانت عندنا السنيدة غليظة من الأحسن غربلوها باش ما تكونش حبيبات كبار، أو لا نديرو السنيدة الرقيقة. غنديروها فوق العافية. العافية نديروها مهيلة بزاف، يعني تكون شتوها كنصوت عليها كتبغي تطفى، تكون العافية مهيلة بزاف. وغنديروا عليها داك الخليط ديال العسل والسنيده، وما ننساوش نبقاو غنحركوا، ما نوقفوش في التحريك باش ما يتحركش لينا السكر. وهنايا من بعد ما حطينا العسل والسنيده فوق النار اكيد وعينينا عليه، غنحضروا المول اللي غنديروا فيه هاد النوكا من بعد ما طيب. غنديروا مول ونديروا عليه كيس بلاستيكي ونديروا عليه ورق الزبده. هنا غنرجعوا للطنجره اللي درنا فوق العافيه، كما كتشوفوا راه بدات كتغلى، ماشي كتغلى، المهم كيتحرك الخليط، ما خصهاش تغلى مزيان. الا شفتوا الخليط ديالكم كيغلى مزيان نقصوا عليه العافيه، اولا ديروا شي حاجز بين الطنجره والعافيه. انتم كتشوفوا كيفاش كيغلى، يعني راه ما كيديرش الفقاعات بزاف. انا راه قرب الخليط ديالي وشلي وصل الدرجة اللي أنا باغية. كنبقاو نحركو لمدة 15 دقيقة تقريبا. هنا غنجيب واحد الجبانية اللي فيها الماء، يعني غير الماء تاع الروبيني ماشي الماء بارد تاع الثلاجة، غير الماء تاع الروبيني. غنشد شوية من داك الخليط وغنلوحو في داك الماء وغنشوف داك الخليط واش غيتجمع ليا بهاد الطريقة. وكنجمعو في يديا إلى تشكل لنا لابول، يعني كيتشكل لنا واحد الكرة مجموعة. فهاد الخليط صافي وصل ليا للدرجه اللي صافي خاصني نوقف عليه العافيه. هانتوما كتشوفوا يعني تشكلت ليا بحال الكره. صافي هنا غنطفي العافيه وغنحركو باش ما بقاش يزيد ليا في الطياب. بالضبط في 15 دقيقه طاب ليا هاد الخليط. نتوما يقدر تديروا هاد التيست، ديروا من 10 دقائق تقريبا الفوق، تبقاو تيستي في الخليط ديالكم. هنا غادي نمروا نديروا لا موغينغ. عندنا بياض بيضه وحده وعندنا قبيصه الملحه اللي غنديروا مع هاد لاموغين. كنجيبوا لابول اللي كتكون مسوحه مزيان، يعني ما يكون فيها حتى قطره الماء، وكنديروا فيها داك بياض البيض. هنا البيض يكون خارج الثلاجه ليله قبل، يعني ما يكونش بارد، خاصو يكون في السخون شويه. وغنطربوه بالطراب الكهربائي او بالعجانه، يعني اللي متوفر عندك. هنايا درتو على حم على واحد الكاسرونه فيها ماء سخون باش يسهل ليا العمليه، يطلع ليا البيض دغيا. استعنوا بهذه العمليه باش يطلع لك البيض دغيا. بهذه الطريقه فاكيد لاموغينغ ديالك غتصدق. هانتوما ملي كتصدق لاموغينغ كنقلب لابول وما كتخرجش، هنا كتعرفي ان البيض ديالك صافي ولا لاموغينغ. نبقى نزيدو على داك الخليط اللي طيبته من قبل، هو كيكون دافي هاد الخليط. كنطفي عليه عاد كنطلع في لاموغينغ وكنضيف عليه داك لاموغينغ بشويه بشويه وكنحرك مزيان. هنا خاص الخليط الاول خاص يكون غير دافي، يعني ما يكونش سخون، لان الا كان سخون انت كتضيفي بياض البيض فغادي يطيب ليك وغادي يولي فيه حبيبات، ماغاديش ينجح معاك. غنردو فوق العافيه وديما العافيه تكون مهيله، ونبقى نحرك باستمرار. هنا ما نوقفش التحريك نهائيا، نبقى نحرك مقابله الخليط ديالي ونحرك من القاع.
تقريبا لمدة 24 دقيقة. أنا ادت معي 24 دقيقة وأنا كنحرك في هذا الخليط. ما خاصكش توقفي التخليط ومن القاع ومن الجناب. هذه المرحلة راه ما كيبغيش تغفلي عليه، يعني تبقي تحركي باستمرار وفي القاع تمسي في القاع باش ما يلصقش ليك. وهنا عندي 100 غرام تقريبا تاع البيستاش، غنديرو في مقلة ونديرو فوق العافية فقط باش يسخن باش ما يبردش ليا النوكا ديالي. هذه النوكا غنزيد عليها داك الساشي ديال الفاني او القشور الحامض او القشور الليمون او قطرات من ماء الزهر، يعني اللي متوفر عندك واللي بغيتي. وغنبدا نتيستي داك الخليط ونشوف واش نطفي عليه النار ولا باقي. غادي نجيب جبانيه فيها الماء وغندير فيها معلقه ديال داك الخليط وغنشوفو. الا كان داك الخليط كيتجمع لك بحال هكا بهذا الشكل بحال مسكه فصافي، هنا غنطفي العافيه وغنزيد داك البيستاش اللي عندي. هنا راه طفيت عليه العافيه وزدت عليه البيستاش. انتما كتشوفوا راه اللقطه فاش زدت البيستاش ما صوتهاش، اسمحوا لي. وغادي نديرو داك الخليط ديال النوكا في داك المول اللي وجدنا من قبل، اكيد وهي باقا سخونه نزربو عليها باش ما تلصقش لينا، لان دغيا كتلصق ودغيا غتجمد. غنديروها في المول وندهنو ايدينا بشويه الزيت باش ما تلصقش علينا، ونغطيوها مزيان بوراق السكر، ونغطيوها بلاستيك غذائي، ونحطوها يعني نحطوها في شي بلاصه في الكوزينه، ما نحطوهاش في الثلاجه، هي النوكر ما كتبغيش الثلاجه. كنحطوها على برا تقريبا 4 سوايع حتى كتبرد لينا مزيان. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما بردات مزيان. وكنقطعوها بشي موس ديال المنشار. الا كان كيلصق لك الموس في النوكا كتستعني بشويه المايزينا يعني النشا. وها هي النوكا اللي حضرنا بالبيستاش. يمكن لكم تستعملوا اي مكسرات عندكم، يعني الكاوكاو واللوز اي مكسرات متواجدين عندكم. صدقونا البنات جات فتيه وزوينه وبنينه بزاف بزاف، احسن من اللي كتباع من في المحلات وعلى برا. كنقطعوها على شكل اصابع او مربعات، المهم كنقطعوها كيف ما بغينا. يمكن نحضروها كحلويات في راس السنه، وغنحضر معكم اشكال اخرى من الشوكولات لراس السنه. هانتوما كتشوفوا كتجي معلقه وفتيه، هانتوما كتشوفوا يعني ما كتجيش قاصحه، كتجي زوينه ومعلقه. نتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.